السلام عليكم شباب، معاكم أيمن المهندس وفيديو جديد. ما عليك سوى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اليوم النصيحة اللي راح نقدمها أعتقد جدا مهمة، والنصيحة تقول: كيف يمكنني شراء حاسبة؟ أو كيف أفكر بشراء حاسبة؟ وما هي المواصفات التي يجب أن أدونها أو أسجلها لكي أتمكن من شراء حاسبة بصورة صحيحة؟ الحاسب الشخصي، يعني الحاسب الكيس، البي سي الكيس او اللابتوب، عندنا نوعين، اما تريد تشتري كيس او تريد تشتري لابتوب. شنو الاشياء الضرورية اللي لازم تفكر بيها قبل ما تروح تشتري لابتوب؟ النقطة الاولى المبلغ المقرر للشراء، يعني انا ايش قد عندي فلوس، هاي رقم واحد. اثنين، لازم تحدد نوع الحاسبة اللي تريد تاخذها. مثلا في الاسواق موجود مجموعة شركات، مجموعة انواع، مثل ما يعني نعرف احنا الانواع، مثل الديل، مثل الاتش بي، مثل السامسونج، مثل الايسر، مثل فوجستو، الى اخره من الشركات. طبعا اكو شركات صينية حديثة مثل فيدمي او مايكروسوفت الى اخره. كل هذه الشركات تتنافس فيما بينها، يعني مثلا شركة دول تنزل موديل، شركة اتش بي تنزل موديل، شركة ايسر تنزل موديل، كل سنة ينزلون موديلات. بعض الشركات بالسنة الواحدة ينزلون اكثر من موديل. زين، انت كشخص تريد تروح تشتري حاسبة، طبعا ما عندك هاي المعلومات، زي من هي الافضل، من هي الاحسن، المحل اللي تروح له اكيد راح ينصحك بالحاسبات اللي موجودة عنده حتى يمشيهن. مثلا تروح المحل ما تلقى عنده دل، او ما تلقى عنده اتش بي، او ما تلقى عنده ايسر، فش يقول لك؟ يقول لك لا، هذه الحاسبة هي الافضل، هاي الحاسبة هي الاحسن، ويبدي يعطيك مجموعة مواصفات. فانت كمستخدم شلون تعرف؟ هسه قلنا رقم واحد المبلغ، رقم اثنين نوع الحاسبة، رقم ثلاثة اكو مواصفات اساسية لازم تخليها ببالك. مثل ايش؟ الحاسبة معرضة للكسر. نجي رقم واحد الشاشة، الحجم الشاشة الموجود عندنا بالعراق هو 15.6، هذني ارخص انواع الشاشات. بقية الاحجام اذا كانت اصغر او اكبر راح يكون سعرها اغلى. بعد شنو؟ نختار بعض الشركات مثل ديل، مثل اتش بي، مثل اللي متوفرة بالاسواق. ليش؟ لانه مثلا بطارياتها موجودة. مثلا كيبلاتها موجودة، شاحناتها الأصلية موجودة. فهذه نقطة ثانية هم راح نفكر بيها. بعد شو نفكر؟ نفكر ناخذ الحاسبة تاتش، يو لا مو تاتش، يعني تلمس باللمس اشتغل بيها، يو لا
هذه هم نقطة جدا مهمة. بعد شنو؟ قبل هذا كل شيء اكو ثلاث اشياء هي اللي تحدد سرعة الحاسبة. شنو هي؟ رقم واحد السي بي يو المعالج، ورقم اثنين الميموري، ورقم ثلاثة كارت الشاشة. طبعا تجي رقم اربعة الهارد ديسك. صارت هوس عليك صح؟ لكن بمرور الوقت ومن خلال التفكير الصحيح، واذا ما تلحق على المعلومات تقدر توقف الفيديو وتكتبهن واحدة واحدة. بعد ايش عندي؟ بعد عندي القى بالسوق شركتين رئيسية اللي هي انتل و AMD. زين، بعد شنو عندي؟ كل وحدة من ذن الشركات الانتل والAMD، كل وحدة من ذن الشركات يتنافسن فيما بينها. يعني مثلا دول عندها موديلات مع شركة انتل وعندها موديلات مع شركة AMD. HP عندها شركات مع انتل وعندها موديلات مع AMD الى اخره. كل الشركات طبعا عندها هذا التعامل. كل حاسبات لها اسعار، كل حاسبات لها اسعار حسب مواصفاتها. يعني مثلا هسه احنا بال2020 نزل الكور i9، كور i9 نزل. زين، انا من اريد اشتري حاسبة الا اشتري كور i9 حتى يشوفوني مثلا انا عندي كور i9؟ لا، مو شرط. زين، لو عندي حاسبة كور i7، كور i7، كل كور i7 هي افضل من كور i5؟ هم مو شرط. هاي شبيه كل كور مثل كور i7، كور i7 باجيال، من جيل رقم واحد الى جيل رقم 10. من يصير رقم 10 خلص، بعد تحول انه الى كور ثاني. يعني مثلا كور i5 الجيل العاشر هو افضل من كور i7 الجيل الثاني او الجيل الثالث او الجيل الخامس. واضح؟ بعد شنو؟ الحاسبة من اريد اشتريها واريد اقرر اشتريها اشوف حاجتي الها. يعني انا حاجتي للحاسبة، انا مشتريها للالعاب. اذا مشتريها للالعاب اروح اشوف اللعبة هذه مالتي شنو هي المواصفات اللي تريدها. او لا، انا مهندس او انقبلت بكلية الهندسة واحتاج مثلا اشتغل على الماتلاب، اروح اشوف الماتلاب شريد مواصفات، او الاوتوكاد شريد مواصفات، اسجلها يمي، اروح ابحث عن هذه المواصفات. واضحة الفكرة؟ زين، هسه نجي للسي بي يو وللميموري والكارت الشاشة. المعالج، دائما المعالج من كور i3 صعودا صار المعالج 4 أنوية الى 8 أنوية. من 4 أنوية 4 نواة 4 كورات، يعني كل كور واحد بأربعة بروسيسرات. بدال ما بروسيسر كان واحد، ايش صار؟ صار 4 أو 8 أو 8 نواة. وبعد شنو عندنا؟ عندنا فتشي 32 و64. يعني مثلا هذا النظام او هذه الحاسوب، هذا الحاسوب مكتوب عليه 32 او 86، نفس الشيء
86 و32 هي نفس الشيء، او لا هذا الحاسوب 64. طبعا ال 32 وال 64 امثلكم اياها بالضبط شلون. مثلا عندنا شارع دولي، شارع دولي تمشي ب 32 سيارة بنفس الوقت، 32 سيارة، او تمشي ب 64 سيارة، فانت اتخيل هذا الشيء. واضح هسه الفرق بين 32 وال 64، فرق بسرعة نقل الداتا، لكن سرعة نقل الداتا ايضا تتوقف على الميموري، على الرام، وتتوقف على السي بي يو. يعني شنو تتوقف على الرام، تتوقف على السي بي يو؟ مثلا انا عندي هسه هذا اللابتوب مالتي، هذه اللابتوب مالتي اريد اعرف المواصفات مالتها، اجي انقر كليك يمين هنا، اروح على التاسك مانجر، هذا التاسك مانجر مالتي، اروح على بيرفورمانس، القى هذا السي بي يو، هذا الميموري، هذا الديسك، هذا الديسك مالتي. لو تشوف الميموري هنا ايش قد واصل، 88%، واصل 91% او 90%، وتشوف السي بي يو هنا، السي بي يو تقريبا 24 25، تقريبا ماخذ راحته. تشوف هنا يعني ايش قد يصعد، 25 29 30 50، صح هنا عنده باكو طفرة، لكن كم مستقر، تقريبا نص خلينا نقول. بينما الميموري شوف ايش قد، تقريبا واصل للفول. زين هنا هذه الحاسبة، هذه اذا حاسبتك بهاي الصورة، اذا حاسبتك بهذا الشكل، شنو اللي تسويه حتى تحدثها، شنو اللي يسويه حتى تحدثها او تطور من عندها؟ تطور من عندها شو تسوي؟ تعلي الرام، لان عندك السي بي يو، عندك سي بي يو مرتاح، بينما الميموري، الميموري مختنق، الميموري واصل فول. الديسك ما بي مشكلة، 1% 2% 20%، بينما الميموري باقي كلش مفول تقريبا. فهذا ما قاعد يلحق، ما قاعد يلحق على معالجة البيانات اللي قاعد تشتغل بهاي الحاسبة. فهذه الحاسبة ننصح بيها انه شو يسوي، يحسن من الميموري مالتها. واضح هسه العلاقة بين السي بي يو والميموري والديسك، هاي العلاقة واضح. طبعا كارت الشاشة، من نحكي عن كارت الشاشة، طبعا هذه الحاسبة ما بيها كارت شاشة خارجي، لو بيها كارت شاشة خارجي كان ظهر هنا عندنا، اذا هذا بلت ان يسموه، هذا بلت ان واضح. هذه اهم الاشياء اللي نتحدث عنها. بعد شنو عندنا؟ عندنا شيء مهم ثاني، انه الفرق بين الانتل والاي ام دي، الفرق بين الانتل المعالج الانتل وبين الاي ام دي. طبعا انا قرأت هذا المقال، هذا المقال يوم الخميس 19 مارس، يعني جديد. اعرف الفرق بين الانتل والاي ام دي. انت هذا كله ما يهمك، لان انت ما راح تشتري يعني معالج، بس المعالج راح تشتري وراح تعرفه. اللي يهمنا انه الكفاءة والسرعة. طبعا السرعة بالنسبة للاي ام دي قياسا بالانتل لنفس الفئة، شنو شو يقول، يقول الاكثر كفاءة من معالجات انتل، الاي ام دي افضل، سرعة المعالج مالته الاي ام دي افضل. بالنسبة للالعاب يقول تعد معالجات اي ام دي ليست هي الخيار الافضل لعشاق الالعاب. يعني اذا انت من عشاق الالعاب تشتري حاسبة لغرض الالعاب،
ما تفكر بالاي ام دي، واضح؟ تفكر بشركة انتل. بعد لو انت ما عندك مكان مخصص بتبريد، شوف ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة ايش راح تختار؟ تختار شركة انتل. ليش؟ لانه شركة انتل يقول حيث اهتمت شركة انتل بهذه المشكلة، لذلك نجد ان معالجاتها لا يستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية، وبالتالي لا ينتج عنه الكثير من درجة حرارة مرتفعة، على عكس AMD. AMD بها ارتفاع درجات حرارة. لو كان المكان مالتك او المكتب مالتك او البيت مالتك بخدمات بسبلت بتبريد، تختار AMD، لان AMD افضل من ناحية السرعة، لكن هو مو افضل من ناحية التبريد. لو كان ما عندك، لا تروح تختار شركة انتل. يعني من تروح تشتري تخلي ببالك شركة انتل. زين، هسه نلخص هذا الشيء اللي سولفنا عليه. نلخص هاي النقاط اللي سولفنا عليها واللي سردناها واللي نريدكم تنتبهون عليها من تريد تشتري الحاسبة. هسه رقم 1، المكان اللي تشتغل بيه. المكان اللي اشتغل بيه بارد، ايش راح تختار؟ AMD. اذا المكان مالتك مو دائما بارد، يعني الجو طبيعي، راح تختار شنو؟ انتل. واضح؟ ليش قلنا AMD؟ سرعة المعالج مالته جدا عالية، لكن ترتفع درجات الحرارة. طبعا ارتفاع درجة الحرارة بسبب سرعة المعالجة، عكس انتل. واضح؟ اتفقنا AMD وانتل كل سنة تصدر مجموعة موديلات، يعني الدول بها AMD وبها انتل، HP بها AMD وبها انتل. واضح؟ حجم الشاشة نختار الحجم اللي هو 15.6. الهارد ديسك نختار ال SSD، لان يكون اسرع ويكون افضل. ايش قد يكون الحجم مالته؟ مو مهم الحجم، مو مهم. يعني انت اذا تفكر بالحجم، ممكن تخلي مثلا هارد خارجي، ممكن تشتري هارد خارجي تخزن عليها البيانات مالتك، بس اهم شيء تفكر انه سرعة انجاز العمليات بالحاسبة مالتك. ودائما اقولها انه انت من تريد تشتري حاسبة، لا تفكر انه انت تريد تبيعها، لا، انت تشتري حاسبة حتى تريد تشتغل بها وانت مرتاح. يعني بدل ما تنجز العمل مالتك باسبوع، انت تنجزه بيوم واحد. بدل ما تظل البرنامج مالتك مثلا مونتاج او اوتوكاد او انالاسيز او اي برنامج انت تشتغل به، بدل ما تشتغل باسبوع انت تكمله بيوم واحد او يومين. هذا هو الفرق. زين، الهارد قلنا SSD، الشاشة مالتك 15.6، الميموري ليس أقل من 4 جيجا بايت، ما تأخذ أقل من 4 جيجا بايت. يعني اليوم احنا بال2020، سنة ال2020، ما لازم تأخذ حاسبة هي الميموري مالتها 4 جيجا بايت، لازم أقل شيء 4. زين، بالنسبة للكور مو شرط انت تاخذ مثلا كور i3، اخذ كور i3، اخذ كور i5، اخذ كور i7. واضح؟ لكن الميموري مالتها لازم يكون 4 جيجا بايت، والهارد مالتها SSD. وانبه على شغلة، انه انت
الاشياء اللي تريدها تروح، مثلا الاشياء اللي تريدها. شنو قصدي؟ قصدي اذا انت مثلا طالب او انت تريدها لالعاب معينة، تروح لهذه الشركة مال اللعبة بالانترنت، تكتب بالانترنت بالجوجل، تكتب شنو المواصفات المطلوبة لهذه اللعبة، راح تطلع لك لستة كاملة بالمواصفات، تاخذ هذه المواصفات وتروح تشتري عليها. واضحة؟ اعتقد معلومات كافية، وعرفت الفرق بين الانتل والاي ام دي، وشنو الاشياء اللي ننتبه عليها. طبعا اللون، اكيد اللون جدا مهم. بعض الاحيان بعض الناس يحبون اللون الاسود، بعض الاحيان الناس يحبون الوان معينة، لذلك تلقى اكو بعض الحاسبات بها الوان. واضح؟